أعرف أي شخص موجود بألمانيا عنده شهريا عدد من التحويلات، سواء لشركة البيوت أو لشركة السكن أو شركة الهاتف أو للكهرباء. طبعا هالمكنة موجودة بشباركاسة، بإمكانك تعمل تحويلاتك البنكية بدون ما تطلب مساعدة أي إنسان، راح تحولها بشكل ذاتي وراح تكون توصل الحوالة تقريبا مباشرة، بحوالي ربع ساعة تكون موجودة الحوالة. طبعا هاي المكنة موجودة ببنك شباركاسة، فيك تستخدمها بشكل ذاتي بدون مساعدة أي إنسان، وشرح الطريقة إن شاء الله تعالى. هلا رح نشرح الطريقة بعد الفاصل إن شاء الله. طبعا شباب، اليوم رح نتعلم كيف نحول المصاري باستخدام المكنة الموجودة ببنك شباركاسة. طبعا هون أول شي رح نحط كرت البنك، بعدين رح يطلع لنا هي الخيارات. نضغط الخيار الثاني، هون رح نعبي البيانات. أول شي رح نعبي اسم الشركة اللي لازم نحولها مصاري. أول شيء سجلنا اسم الشركة، إم شريبة إنير جي. تحت راح نسجل الإيبان تبع الشركة، يعني حسابها البنكي راح نسجله هلأ. دي إي 8 1 4 2 0 5 3 0 1 0 1 0 1 5 9 7 0 6. بعد ما سجلنا الحساب البنكي نزل تحت هون سجل المبلغ، بدي حول مبلغ 76. هون نحط سبب التحويل، يعني إما إذا كنت عم تحول لشركة لازم تحط رقم الزبون أو الكندرومة. أنا عندي هون عم حول لشركة الكهرباء، عند الكندرومة راح أكتبه 2 9 7 6 2 6 2 7 6 8. طبعا اول شيء سجلنا اسم الشركه، بعدين سجلنا حسابها البنكي، هون المبلغ، هون سبب التحويل. هلا رح نرجع نتاكد من حساب البنكي اذا صح او لا. دي 8 20 5 4 0 1 0 1 5 9 7 1 5 9 7 1 5 9 7 0 6. هون معنا غلط، بس نصلحه. ستة صفر ستة سبعة تسعة واحد خمسة. هلا بعد ما عبينا هاي البيانات رح أضغط على كلمة بشتريجون، بعدين حط مرة تانية بشتريجون، مرة ثالثة كمان بشتريجون، ضل اكبس بشتريجون. هون عم يحكي لي هل جميع البيانات صحيحة، رح أتأكد منها آخر مرة، أتأكد من حساب البنكي بس. دي 8 1 5 4 2 5 3 0 1 0 1 0 1 1 5 7 9 0 6. طبعا بعد ما عبينا هاي البيانات راح اضغط على جر الصح. هون راح يطلب مني رقم كلمة السر تبع الحساب البنكي، راح سجلها. بعدين اضغط على الزر الأخضر، هون الزر الأخضر عم يعطيني بتفاقتن. هون عم يطلب مني اتأكد من البيانات آخر مرة. آخر شيء حضغط على إشارة صح إذا بدي أخذ منها وصل، راح يطلع لي وصل من البيانات. حضغط على إشارة الصح هون، هل راح يعطيني وصل التحويل بالبيانات الكاملة.
طبعا هاي الوصل، هاي في أغلب البيانات، شو حولت وشو استلمت. طبعا هاي إن شاء الله تعالى يكون استفدنا أكبر عدد من الناس، وإن شاء الله فيكم فيديو قادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.